حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حان وقت إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. جاء ذلك في خطاب أمام الكنيست قدم فيه نتنياهو حكومة الوحدة الجديدة منهيا جمودا سياسيا استمر أكثر من عام، بينما يستعد للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع لاتهامات تتعلق بالفساد. نتنياهو قطع عدة مرات من قبل أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة الذين أشاروا إلى اتهامات الفساد الموجهة ضد نتنياهو. من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتي رفض الحكومة الفلسطينية أي مساس بأراضيها، قائلا إن أي محاولة أو إعلان من الجانب الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية ستقابل بخطوات عملية من قبل الجانب الفلسطيني. برأيي طفح الكيل بصراحة، انتقاص الجغرافيا الفلسطينية سواء كان ضم القدس أو سواء كان الأغوار أو فرض السيادة على المستوطنات، بجميع الأحوال الهدف منه بشكل ممنهج هو قسم ظهر إمكانية إقامة دولة فلسطين في المستقبل، وهذا الأمر لا يقبل أي فلسطيني. إحنا هون في إجماع وطني على كل بجميع مفاصل العمل الوطني والإسلامي مجمعة على أننا نريد دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. وفي سياق متصل أفادت صحيفة هارتس العبرية أن الأردن بعث خلال الأشهر الأخيرة تحذيرات مفصلة وشديدة إلى إسرائيل عن تخوفات من فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن. ونقلت الصحيفة أن رسائل التحذير الأردنية وصلت إلى مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي وتكتل أزرق أبيض الذي يرأسه الشريك في الحكومة الإسرائيلية بني جانتس. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد قال لمجلة دير شبيغل الألمانية إن أقدام إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيعني حصول صدام كبير مع الأردن. من جانبه حذر وزير خارجية لوكسمبورغ من ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وقال إن عددا كبيرا من دول الاتحاد الأوروبي دعم مسودة نص يحذر فيه من تلك الخطوة الإسرائيلية التي ستشكل انتهاكا للقانون الدولي على حد قوله. وأضاف قائلا إنه إذا لم يتمكن الأوروبيون من إقناع إسرائيل بالتخلي عن خطتها فالقادم سيكون أصعب، موضحا أن مصداقية الاتحاد الأوروبي ستكون على المحك. ينضم إلينا من القدس مراسل العربية أمير الخطيب. أهلا بك أمير. إذا ما أردنا إيجاز أبرز النقاط التي تحدث بها بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكنيست التي ما زالت منعقدة حتى هذه اللحظة، إلى جانب أبرز ما تحدث به وهو أنه حان الوقت لإعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. نعم وسام، قبل ساعة من الآن بدأ بنيامين نتنياهو خطابه في الجزء الأول من مراسم تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الحكومة الإسرائيلية الأولى من نوعها التي لها رئيسان، رئيس سيتولى رئاستها في السنة ونصف السنة الأولى ورئيس بديل سيكون وسيشغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي حتى يتم يعني دعنا نقول وضعه في مكان رئيس الحكومة العام المقبل في منتصف شهر نوفمبر مع عدد كبير ومبالغ به من الوزراء، ما أثار امتعاض المعارضة الإسرائيلية في الكنيست. في هذه اللحظات ما زالت دائرة جلسة الكنيست بهيئتها العامة لتنصيب هذه الحكومة، ولكن بالعودة إلى النقاط التي تعرض لها بنيامين نتنياهو في استعراض حكومة وفي خطابه قال وبالحرف الواحد إنه قد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية دون التطرق إلى منطقة الأغوار، وهذه هي المرة الأولى التي لا يتطرق فيها رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى منطقة الأغوار، معتبرا فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خطوة ستفتح صفحة جديدة في تاريخ الصهيونية الإسرائيلية. هذا من جانب من
من جانب آخر هاجم بنيامين نتنياهو محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ووجه تحية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أصدر بيانا يوم أمس يدين أيضا هذه المحكمة التي ستفتح تحقيقا في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد فلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك تطرق إلى مواضيع إقليمية منها محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة ومحاربة سعي إيران لامتلاك سلاح نووي على حد تعبير بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة طبعا. وكان الملف الأخير الذي تعرض له بنيامين نتنياهو في خطابه بمراسم تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو كورونا، مع أن كورونا وأزمة كورونا هو الموضوع الأبرز لا. الذي تم التحالف ما بين بيني غانتس رئيس تحالف أو حزب أزرق أبيض والليكود من شأنه وتشكيل حكومة الطوارئ هذه التي تنصب اليوم. في هذه اللحظات هناك خطاب ليائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية الجديد والذي تحدث كغيره من أعضاء الكنيسة بشكل كبير عن الملفات الجنائية والتهم الجنائية المتهم فيها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة متهم في هذه الملفات الجنائية كالفساد وخيانة الأمانة العامة وتلقي الرشا، لا يستطيع أن يقوم بواجبه كرئيس حكومة في إسرائيل. هذا ما قاله يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية في مطلع خطابه وسام. نعم، طيب أمير، فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا والاتهامات الموجهة لنتنياهو، سمعنا أصوات علت في قاعة الكنيسة ضد نتنياهو أثناء خطابه، وكان هناك توجيه كلمات من قبل طبعا الاتهامات الموجهة لنتنياهو فيما يتعلق بالفساد وغيرها. ما المتوقع في هذا الملف أمير خلال الأيام القادمة، خاصة وأن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة خلال أسبوع تقريبا؟ وسام، لنوضح الصورة أكثر، ما حدث في الكنيسة هو مقاطعة من قبل أعضاء الكنيسة العرب وأيضا من عدد من أعضاء الكنيسة الإسرائيليين بخصوص تهم الفساد الموجهة لرئيس حكومة إسرائيل والملفات الجنائية المتورط فيها. لكن جدير بالذكر وبالتنويه هنا وسام هو أن بنيامين نتنياهو وخلال كل الأسبوع المنصرم اجتهد ليوظف أو ليعطي حقائب وزارية لمسؤول في حزبه في حزب الليكود فقط من شأنهم أن يدافعوا عنه ويؤجلوا ربما وقوفه أمام هيئة القضاء الإسرائيلية والمحكمة العليا الإسرائيلية. هو وظف أشخاص يستطيعون أن يدافعوا عنه في الإعلام الإسرائيلي ويهاجموا بشكل واضح ومباشر السلطة القضائية في إسرائيل. هذا كان أحد الأمور أو أحد المعايير الذي عمل بنيامين نتنياهو على وضعها على طاولة عندما وزع الحقائب الوزارية، لأن هذه الحكومة وهي نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا أمير الخطيب. بكافة الأحوال شكرا جزيلا لك أمير الخطيب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القدس. أرحب الآن بيارا العملي مراسلة التلفزيون العربي تنضم إلينا مباشرة من رام الله. أهلا بك يارا. إذا رفض فلسطيني بشكل كامل وقاطع فيما يتعلق بالخطوات الإسرائيلية التي يمكن أن تتخذ، خاصة بعد حديث نتنياهو عن أن الوقت قد حان لإعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية كما قال، كيف تبدو الأجواء الفلسطينية بعد كلمة نتنياهو حتى هذه اللحظة يارا لو سمحتي؟ يعني وسام، قبل كلمة نتنياهو وقبل بدء تشكيل هذه الحكومة كان الفلسطينيون سواء قيادة أو شعبا يخشون من هذه الحكومة الجديدة بسياساتها اليمينية المتطرفة والعنصرية التي تنقض على حقوق الفلسطينيين وعلى رأسها ما تفضلت به قرار الضم الذي بات قريبا في يوليو المقبل، وهو ما حذرت منه ردود الفعل واستنكرته الفصائل والقيادة الفلسطينية. على سبيل المثال الرئيس الفلسطيني محمود
محمود عباس كان قد توعد وهدد بوقف كافة الاتفاقيات والعلاقة سواء كان مع الاحتلال أو مع الإدارة الأمريكية. ولكن هنا وسام يعني نذكر بأنه القيادة الفلسطينية في العام 2015 ولعدة سياسات إسرائيلية أمريكية لوحت بقطع العلاقة سواء كان مع الإدارة أو مع الاحتلال، ولكنها لم تترجم ذلك على الأرض حتى الآن. أيضا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه كان قد دعا العالم أجمع لقطع العلاقة مع الاحتلال وملاحقته قانونيا إذا أقدم على قرار ضم مناطق ومستوطنات المقاومة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وأيضا منطقة الأغوار لسيادة الاحتلال. على أي حال وسام، كان من المفترض أن يجتمع أو تجتمع القيادة الفلسطينية يوم أمس السبت، وذلك لبحث سبل الرد على قرار الضم وكافة المخططات التي تواجه الفلسطينيين من قبل هذه الحكومة اليمينية، ولكن هذا الاجتماع تأجل، وذلك بحسب قيادات في حركة فتح حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة لتبلور رؤية للرد على قرار الضم وأيضا مخططات هذه الحكومة. بطبيعة الحال حركتا حماس والجهاد الإسلامي كانتا قد رفضتا المشاركة في هذا الاجتماع، وعندما قررت السلطة والقيادة الفلسطينية تأجيله قالت حماس بأن السلطة الفلسطينية لا زالت تراهن على العلاقة مع الاحتلال وتصر على مسار التسوية رغم فشله الذريع. يارا العملي مراسلة التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من رام الله.